اهلا وسهلا، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذا بغيت نحضر معكم تتمة ديال لي غاتو اللي حضرتها معكم في رأس السنة، اللي كل سيدة ممكن تحضرها في البيت ديالها وتفرح وليداتها. وبالنسبة للجينواز مع تير النجاح كذلك كلاصاج ميغوار، غادي تلقاوهم في القناة وغنخلي لكم روابط اسفل الفيديو. إذن على بركة الله، بالنسبة للكريمة غادي نستعمل هولالا أو كريم فريش اللي كتوفر عندكم. غادي ندير الملوين ونكهة الفرامبواز، انتوما كيبقى لكم الاختيار. باش غادي تحصلوا على كريمة تكون عاقدة وواقفة، سير النجاح أنكم تستعملوا 2 معالق كبار من جبلي، وهكا غادي تربي الكريمة ديالك حتى غادي تطلع وتنسجم وتضاعف الحجم ديالها. بالنسبة هنا أنا درست الطبقة الأولى وضعت الكريمة ودرت وسط منها فواكه، ممكن أنك تدير الفخاز أو أي حاجة كتوفر عندك. بالنسبة للطبقة الثانية حبيتها أنها تكون مقرمشة، أنا هنا خديت لوز كونكاسي أو كاوكاو، غادي تضيفي عليه 3 ملاعق من سكر سنيدة أو سكر الخشن، وغادي تديريه في مقلاة على نار مهيلة جدا حتى غادي تكراميليزا، وغادي تحصلي على واحد طبقة مقرمشة. وهكا كنوزعها فوق الكريمة بكل سهولة، وعاد غادي نحط الطبقة الثالثة، وغادي نغطي الكيك بالكريمة وندخلها للمجمد حتى غادي تشد شوية، وعاد غادي نكمل التتمة ديال التزيين. وبهذه الطريقة كنحط الكريمة ديالي وكنزين بها بكل سهولة. كيف كتشوفوا في الصورة، كل سيدة ممكن توجدها في دارها بدون أنها تشريها في لاباتيسخي أو في المخبزات. كيف كنعرفوا ولاو كيحطوا لنا حلويات باهظة الثمن، وجديها بكل ثقة. ممكن أنك تستعملي غير كريم فخيش العادية، غادي تاخديها ديال العبار وغادي تقام عليك رخيصه. بالنسبه لواحد الكيك حضرته معاكم في راس سنه، خدمتها بكريم فريش، باش هكا غادي نديرو واحد الكريمه اقتصاديه وناجحه 1000000% بدون ما نستعمل هولالا. هذه استعملت فيها هولالا غير باش غادي نلبي بعض الطلب ديال المتابعات ديالي. بالنسبه لكلاصاج ميغوار كذلك غادي تلقاوه اسفل الفيديو. من بعد كنزينها بهذا الشكل هذا، كنوضع الكلاصاج من بعد ما برد تماما. وبالنسبه للتزيين الفوق كيبقى حسب الرغبه، ممكن انك تزيدي انك تعمرها بالكريم، ممكن ديري اي لمسه كتحبيها. كيف كتشوفوا انا زينتها بحبيبات الشوكولا، وغادي نحط فوق منها الفريز. بالنسبه للجوانب انا زينتها باللوز اللي حضرته معاكم، وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو اللي حضرته معاكم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه، وشكرا لكم على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله.